مش نحكي لكم على أقصر زوز حروف وأهم زوز حروف اللي هما حب ولا الحب. كلمة صغيرة أما معناها كبير. الحب هو مجموعة من المشاعر الإيجابية اللي تخلي الإنسان ديما فرحان وعامل جو. الحب هو اختلاط الروح بالروح باش تكون روح واحدة. الحب هو الاهتمام. الحب هو الاحترام. محلاها كي تحب إنسان بقلبك وبإحساسك، وقت غصرت ويلقاك ووقت غصرتك تلقاه. وقت تبنى العلاقة على الحب مستحيل باش تتحطم. الحب هو أحلى حاجة في العالم. الحب هو أساس الحياة. بلاش حب مش نولي ونعيش في غابة تحكم فيها المصلحة. فلذا لازم كل إنسان يعرف قيمة الحب وما يتخلاش على إنسان حبه. الحب مش يكون شعار ويكاند بلوس لليوم. مرحبا بكم. ويكاند بلوس. ويكاند بلوس. ويكاند بلوس. جوك تونسي دي سور ديس ويكاند دو بلوس مع اهل الكومباريزون لا داعي ويكاند دو بلوس يزيد يزهى مع ايمن عباسي عدلت الموجه وحطيت خماسي فيز داسي ويكاند دو بلوس لا 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 ويكاند دو بلوس في راديو ميد عامل حالة ويكاند دو بلوس لا 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 ويكاند دو بلوس في راديو ميد الحب والعشق والغرام. مرحبا بكم في ويكاند بلوس سبيسيال سان فالنتان. حسيتنا لليوم وفقراتنا وضيوفنا والأغاني اللي مش تسمعوها الكل مش تحكي على الحب. وانا توا مش مستقبل بكل حب سماح كريدين. مرحبا. مرحبا بكم الكل. مرحبا ميسا. مرحبا أيمن. مرحبا يعيشك. رحب استنى فما منشطة ترحب بالضيوف. ايه عجبي شنو بشر ما رحبش بيكم مغطى انت استناني. مرحبا يوسف. حب. يوسف مش بالروج. لا ليه لا ليه الروج خليته في قلبي. أنا بدلت يمين اليوم فهمتني بصاحبي يعني ميساج حتى يمين معناها صديقتنا ما بدلته بصاحبي. عايش مخسية صاحبك صاحبك اللي عرفناه بدور أبو في سلسلة قسمة وخيان أيمن حميد. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا ميسا. مخسية على هذه الاستضافة الجميلة مزيانة. مرحبا بك سماح خونا. مرحبا بكل الفريق. يعيش. مرحبا بكم خونا. تحكي على فنان جينا بغنية جديدة خاصة بعيد الحب فنان شاب زين بن إبراهيم. أهلا وسهلا. عسلامة ومرحبا. عسلامة بكل مستمعين راديو ماد وناس نابل. ايه عايشك. مرحبا بيك. كنت ولد الكابون عادة سي نورمال. دونك شوفناك في التلفز كل ما الحاجة اللي تميزك توا واللي تتعدى حصريا في راديو ميد هي غنيتك الجديدة سبيسيال سان فالنتان. شنحكيو عليها بعد. قبل هذا لاكتواليتي حافلة الجمعة هذه ان شاء الله جمعة الحب الجمعة هذه حتى الأمور جاي الأربعة ونحن الكل لابسين بالروج ما عدا يوسف بيانسو. ما نحبش. جيت شنطرد وبعد سخفني قلت خنخلي يرحم وديك يرحم وديك والله. شنو نورا نو تلتزم الناس كل بالروج. أنا البس بيدري روح سبيدري إيش عادي يا ريتو سبيدريك مش روش بي. دونك بويسك الأكتواليتي حفلة خلينا نحكيو على الأكتواليتي في أكتو بلس. أكتو بلس باش نبداو بكوبل ديما نشوفوهم مع بعضهم ان طونك كرونيكور. نشوفوهم مع بعضهم في برنامج اضحك معنا على التاسعة. نشوفوهم في السكتش زادة لين نهار الثلاثة هذي صرحوا اللي هما يحبوا بعضهم. التصريح جاء بطريقة غير مباشرة. دونك نحكي على مجد بالغيث ولبنى الزديري. سامح كريدين هوني السؤال اسكو
زوز من نفس الدومين ينجموا يتفاهموا مع بعضهم وتنجم علاقتهم تنجح ولا صعيب شوي؟ نقول لبنى زديري برافو على جرأتك، وهذا دليل على حبك الصادق لمجد الغيث، مبروك للمحبين. ينجم يكون علاقة حب وزواج في نفس الدومين تكون ناجحة على خاطر يعرفوا طبيعة بعضهم، يتفهموا كل سلبياتها وإيجابياتها، ذيك علاش نجم تكون ناجحة. نجاح العلاقات أساسها التفاهم والمحبة، مش عائق مكان العمل. إن شاء الله ينجحوا في أعمالهم القدام وفي حياتهم. الزوز محليهم إن شاء الله. شايف زيب بن إبراهيم، إيش قولك في الخبر؟ خبر صار. نعرفش، أنا نشوف اللي زوز فرد دوماني نجموا يتفهموا على الأخر بإيجاز معناته، ولا بالحق ولا نأخذ. أنا نشوف العكس. لا أنا نشوف العكس. أنا أنت تحب تحب واحد باهي معناها رجل أعمال، أي مش من دومين يولي عادك معناهاش ناخذ زميلي صحافي. تحب رجل أعمال ماشي سبونسوريك زاد ما يسعليش معناها. لا لا، ما يلزم واحد ما يفهمش في المهنة متاعك باش ما يقلقكش، خاطر أنا الآراء ياسر معناتها نسمع بآراء في الخدمة ونزيد راح للدار نلقى واحد آخر يعطيني في رأيه. واحد يدخل بعض لازم تروح ما يعطيكش رايو، يعطيكم مو فطور حاجة. شوف ميسا باركو، لا لا مش كيف ما ولد دومين، كيف مش ولد دومين، هاي سميح عن يخزوز فنانين فنانين معناتها معروفين ومحليهم على الاخر، وكوب القديم والتو يحبوا بعضهم وعلى الاخر محليهم كوثر البردي عاد نوز، هاي بالحق محليهم على الحق، فهمت؟ محليهم ممثل ومغني فنانين عليه نوفل وجهين محليهم زاد حتى كوبل متميز. اخي انا قلت لك مخيبهم اي معناه ينجم نحكي على روحي قد فما ناس متنجح تنجح معناه. مش اول مره ميسه تقول حاجه صح. يوسف ان شاء الله ربي يهنيهم باهي مجد وباهي يا لبنى مجدود لي زاد ابل لازم يعطي كلمه حتى بون البريود الاخرانيه صارت لي الطرف هذايا كيف؟ معناتها مريم دبيغ زاد حبت عليا، مريم بن عزيزه ما بالحق انت ما حبيتش. لا ما نحبش ما في الدومين كل يوم نشوف ما نحبش ما نقبلش. انا عايش عطيه هبلت معناتها هبلت ديجا سايي معناتها فهمت؟ بون اي ما بغيت حب نوصل نقول برافو لبنى الزديري على لبنى الزديري اي برافو على صاحبك مجد الصراحة متاحة جرأتها أي جرأت شنية جرأت شنو طبعا فما منهم برشا اللي يتكلموا عادي عادي في الميديا ويقول لك أنا ليه طبيعة احنا كي نعرفوا طبيعة لبنى معناها من انت تعرف طبيعة لبنى؟ ليه من غار من غارديما نعرف اخليق لبنى اي من غارديما فوالا معناها كي نشوف احنا بقعتهم وكيفاش تقول برافو ليها اللي هي تتكلمت عادي خاطر في الجهه هذيك ما يتكلموش هكا عادي يتكلموا يتكلموا فماش في الجهه هذيك احنا نقصد ديما اللي هي تخدم في التلفزه كش معناتها قتلتها هي محليها محليها مقبوله في يقرب بالميكرو هي على خاطر ما كي قالت معناتها كي قالت في التلفزه معناتها مش حاجه معناتها حاجه صعيبه باش يقول نحبك في التلفزه وانا كي شفتها ميسه بالحق على الفيسبوك الحكايه ما صدقتش خاطر خطر هي صحيحه ميسه الحكايه ولا هي تعاديت هكا في البرنامج لكن نحن نعرفوا اي نعرفوا البرامج هذية ترتكز اساسا على البوس كل شيء يجيهم مكتوب لازم في مناسبات كيما هكا باش يختاروا حكايات باش نقعدوا احنا اليوم نحكيوا عليه نحكيوا فوالا نمشيوا للخبر اللي بعده دونك فينا كيف كيف برنامج في نفس ستيل وبما اننا نحكيوا على الحب دونك ما نجموش ما نحكيوش على ضيفنا الجمعه اللي فاتت ودوموند دو مارياج اللي عملها وسيم بكوش عمل دوموند دو مارياج هكا مهبوله شويه معناتها مش عاديه دونك هو في الريبريك نتاعو في برنامج ايدي بعده اختطف حبيبته براكيها خلينا نقولوا براكاج براكاج فوالا جاب لها هكا برشا اولاد براكيها وبعد حللها عينيها ومدلها الخاطر سي اب معقول اللي عامله زميلك وسيم نحبه برشا صديقي نحب نقول له بالحق موقف مزيان اما بالحق ما خافش عليها لا يد لا دوف انا ديجا هما يوريو في البلاتو في ليكرون يو كور تحسهم ما ضحكوش ليكرون يو كور حسيتو في اللقطه هذيك تاثر زاده بالحق انت مش تعبر لها على حبك وجايب لها قداش من ولاد يجبدوا فيها وسامحني ميسو سامحني وانت سامح شكون قال لك ميسو مثله الحكايه
لا مش ممثلة والعبيد اللي معاه شفتهم شكون؟ وسيم ما نتصور اما تنجم تكون شفتهم العبيد اللي معاه شكون ولا اي سامي الدريدي علي الزيتوني عطت بقى جايب الشبيبه الكل وعبد الله هم بارازار هما سبحان الله يمكن ممكن لا لا ربما انا ما نعرفش انا حاجه انا اشوفها غالبا اما يعطيه الصحه وسيم يعطيك الصحه اخويا عبد الله حبه يعطيه الصحه وانت يوسف وقتي باش عبد الله حبه غدو غدو هاي الجماعه اي يوسف يعطيه الصحه فهمتني اللي عبر له على حبه كما قال ان شاء الله ربي يهنيهم يعطينا الهنيه بعد في الاخر الفايده في الهنا ايوه معناها انت تخطف خطيبتك كيك هذه لا نخطفها لا تخطفني ان شاء الله ربي سهل ذي شيء بزين اوريجينال دوموند دو مارياج هذيا ولا تشوف اللي فيها عنف زايد عن حد با اوريجينال علاش اش فيها يعجب ما هي تعملت قبل راهي الحكايه هذيا في حوم في كل يوم تتعمل هذيا اي تهبط فيديوهاتك اللي يختفها عملوها في امريكا نحكيو على البريكاج ما نعرفش نحن تو عنا شهر هكا المواطنين التوانسة يتبكاو ويتشكاو معناتها أنا بيدي منهم كثرة البركاجات كثرت أنا كفنان معناتها خاطر كسوا فنان يغني ولا يمثل ولا 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 يرسم ولا 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 كي نعمل سكيتش كي من هكا ولا حقيقة ولا أسفوار وتتعدى في ديزيميسيون بتاع تي في فهم وين نحكي عليها في راديو بالنسبة لي أنا فيها حتى 2% تشجيع على الفازات هذيك ينجم فارغ يقرأ في الكوليج صغير ما يعرفش يتأثر بالفاز هذيك يعملها عادي جد هذا رأيك هذا رأي يخصني أنا بينصور وسيم بكوش بيكو صديقي يجي منه كان الحلو المقلبين ليه يعرفوه يعرفوا دماره يعرفوا لعبه يعرفوا كل شيء يعني ما مش بشي تفاجئه هي تنجم تكون من الأول ثم فجعة لكن ثمرتها ما أحلاها من بعد أنت يا سامح رجلك خطبك ظالي دزك من مصطح هذيك الفجعة شكون قال لك أنت أنت حكيتها لي في الكواليس ليه أنا جي مش نحكي لك هكا أخر حاجة تقول أنا مش نحكي لك كلمة ساعة معناتها خلي يوسف يزم يفسر لنا نقطة معناها دومون دو مارياج نتاع راجل سامح حط لها خاتم اللوتر طاح جات في الخاتم جاي راسها لا مش راسها جات في الخاتم سبع سيقي الكبير جاي في الخاتم أي هذاك هذيك شنو هو معناها نورمال ثمرت حب وغصب ما احلاها بعد الفجعه وقالت ثمرتها ما احلاها حب وخاطر هي في الحكايه الكل ودموند مغياج سامح سامحني في الحكايه الكل الشوت راهي الشوت الاخرانيه كي حلت هكا وعلقها ولا مور ولا في بال انتم ماشي همكم انتم هي راضيه وعامله جو ما احلاها باهي يلزم هوني خاطر التعليق جاء مع السؤال نتاعك بالضبط اللي انا ديجا نقوله لك انت حكيت على الجانب الانساني اللي في وسيم نحن توا نحكيو على روبريك قاعده تتعدى فقره قارئ في برنامج تلفزي من حقي قبل كاعلاميه كمتفرجه باش نعطي رايي لاني نحكي على وسيم لا جاري لا خويا لا صاحبي لا نحكيو على كرونيكور ونحكيو فوالا نحكيو على كرونيكور نحكيو على عمل اعلامي قاعد يتعدى في برنامج كبير عنده نسب مشاهده محترمه مانيش انا جايه معناها نحكي على وسيم دراش عمل في دار انا رايي ذاك وانا حره انا رايي انا مانيش نحكي على رايي كل شيء يهمكم فيه قلت شيء يهمكم فيه شيء يهمكم فيه ما هو عمل لا فيه ما مشيتلوش لدارو يهمنا فيه هو ونروحوا معناها انا كنا هي قابله يا خويا هي فرحانه نعطي فيك في حاجات على بوها وصاحبي قلت لك معناها قولهم له ولا خاطر في الخدمه مش صاحبي صاحبي في الدنيا معناها عشرة قداش انت ما عندك صاحب ساعه جمله والحق خلاص انت ما عندك صاحب بو يعرفوني صحاب نشكروا طارق الحنيشي او طارق الشبيبه ميرسي طارق انا شبيك تسي يحبوه يحبوه طارق يحبوه هي الحب بالعيات يعني بالعيات مو خاطر هي فيهم بعيد علينا شوي هي فيهم هي فيهم في اللاك عيط نزفن من بعد خنقولوا طارق الحنيشي زميلنا يخدم في اي اف ام عسل الدنيا معناها انت تو تسيح من الراديو ما باش يحبوه طلعت من قلبه خاطر انسان صادق هذاك قدروا 56 مليون ويتمثل في مونغولا
من قلب 5 مليون اي شنو تي انا امي وقت عاست بابا ما جاب شنو 5 مليون انا ناخذ باك وننجح في الفاك ونعلص وكل ما يهدوا ليش كي تلم الهدايا عمي خوله اخلاقها كبيره ومحلاها اي متربيه ومحلاها وبنت حق نعرفها خوله عتاسع ممكن الحب يا الحب يا ما لا بالحق الحب لا وما ما فيهوش بالحق ميسا الحب ما فيهوش حدود يعني يهدي لها 56 مليون مليار الامور ما تفرحش على الاخر صح الحق لا الحق انا مع السيد اللي هدي الخوله 56 مليون والله عليها شنو اغلى كادو جاك في عيد الحب اغلى كادو جاني في عيد الحب هبطوا لي ستوري جو تيم مون كور مون نونورس كذا كتب هذاك هو بعثت لي قالت لي جو تيم مون نونورس هذا اغلى واحد هذاك اغلى كادو معناه خاسر عليك 2% شارج لا لا مش معناتها المهم تفكرت تفكرت 50 فرانك ويفي تبليش لا وقتها بليش وقتها ما يخدموا فيما القهوة القهوة قاعدة وقتها في القهوة أنا معاها قالت لي ليه خلينا نهبنا خلينا نحكيو كادو كادو هدية بالفلوس خلينا نحكيو ما تستغليه ما تجيش نحكيو بالحق معناتها من قال 56 مليون نحكي عليك تو هذاك تجاوزناه الموضوع أغلى كادو جاك أغلى كادو جاني هو الكادو من عد عبد معناتها يحبني ونحبه يحبك ما مش بالفلوس عاد ما يجيش بالفلوس مثلا نحكيو كحب احنا معناه ما هداو لك شيء نفهم منك لا ما هي هدت لي قلبها وهديت انا قلبي والقلوب مع بعضهم سايتين معناتها بين قرب الميكرو اي اعطيني اغلى كادو شاده صحيح انا كسرت اللي عطيتها لي ما جاكش كادو سا سو فوا معناتها هذايا البارح عطيته كادو البارح ما هديتلوش صاحبته كادو هديت لي الجمعه اللي فاتت الجمعه اللي فاتت وقت هديت شو هديت لك؟ شارك شاركة هاي قداش صوم؟ ما تجيش ما يسالش ما تجي خاطر كادو نتاع حب انا تحب نقول 3800 مليون لا فرانك ان شاء الله مبروك عليك من الصنبه اللي في تونس شفت ابن خلدونه شارع ذاك ودور على اليسار صنبه تلقى واحد اسمه عز الدين مبروك عليك يوسف اغلى كادو دينار لايت دينار لايت لا بعثت لي تيكي ما فهميهاش باهي سامي والله خاطر انا حاجتي بها هي ما حسيتش بالكادو خاطر هي كادو في حاجه الحب كانش نقعدوا كل سؤال هكا هي كان انت تحب على الكادوات احنا ما نحبوش انك تقول لي السلام انا ايه انا قلت لك اغلى كادو قلت لك اغلى كادو السلام باهي اوكي سامي خلينا نرجعوا الكادو خوله 56 مليون حب تجاري مبني على الماده مش على الاحاسيس شكون قال لك مش مبني على احاسيس لا 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 شنو رايها وانا مع رايك يا سامي اسمعني هو 56 مليون عملها كادو من قيل ودرشون مشي تقدم وخطبها مش خير لا اما يحب على الاحاسيس فوالا هو يا شخص سنتيمون هذيك علاش قلت مبني على الماده مش على الاحاسيس انا نحس بها ونحبها ونهدي لها بكادو 56 مليون اش مازال عاد على بلاص خير والله العظيم كان شي استوديو في لاك خير ما يعني توا هكا توا بوز هذا نقول لك حاجه فيها البوز انا راني مانيش شاده روحي اف معانا مقتله ضحك ماني سينو اغلى كادو جيك لا انا ما نستناش عيد الحب في الكادوات بصفه عامه بصفه عامه اغلى كادو جيك جاني فواياج فواياج وين تجربه صعبه لازم بالضايع هذا اموري نورمال لا اسمع معايا يوسف لهنا ما نجم نحكي حتى كذا لا عاد لا مستمعين يسمعوا وين معناها عطاك رحله لبنزرت وبنقردين شو هنا جاني فواياج وين الفواياج؟ المانيا هاي دوتش عمري ما ريتك مشيت لالمانيا باش تراني انت قاعده نستنى وقتاش نشوف عندي الوقت مازلت ما مشيتش مازلت لك الفواياج عندي معناها هدي لك كادو شكون راجلك ولا حد اخر؟ مش انت على شكون تحكي؟ هذه مش راجلها انا قلت اغلى كادو بصفه عامه معناها صديقه اه ليك انا كيكا عاد اوهو كادوات ما شاء الله معناها راجلك هداك فواياج لالمانيا ظاهر سامحني دونك احنا شنو نستناو يوسف وقتاش تشوفوا سامح في المانيا وانا عندك في ايدك شهر شهر ما يخمم فيها اليوم بركه نقول لك حاجه انا عندي اليوم صباح خويا انا نتكلم تو انا اليوم خويا عندي خويا صباح يخدم في باتو تانيت اعطاني
قال لي تحبشي نهار لحد تمشي معايا للمرسي. عندك انت ويعملوا لي الفيزا فيزا عندك باش ما لحبش تحضر في تحضر الواجور الفيزا وهو يجي نهار الخميس هي حتى معناها في قاعده فاميليال احنا هنا فاميتي كل بريسك غادي باش نمشيو نعملوا طلع الفاميلي سفير غادي انت شكون شهد اولك انت؟ انا والله الهدايا ولي شيء لا لا امبوسيبل والله شوكي لابسه بالروج في التلفزه في الراديو روج ميسا ما عندهاش تيلمون روج بليح ولا عاطي على الروج ميسا اكثر واحد ميسا بليح تحيه لخويا عماد تحيه تحيه خاطر اليوم عمل لي سربريز حلوه برشا هي هي قلت لكم المانيا لا تاع مرسي يعني مش تمشي انت والله العظيم انت تعرفات ما تنجمش امشي وما تخممش امانه سامحك انت اختم ما بيناتهم الزوز واعطيني انا يا المانيا يا مرسي مشينا في بلاصتك مفتوحين خلينا نمشي مع باهي باهي خلينا نمشيو لشيف زين ابراهيم كادو ب 56 مليون بدلت رايي انا باش نعمل له براكاج اللي عطاها 56 مليون فكرة بالحق أبدعت وكل واحد يطلع لي بفكرة هوني شنو أغلى كادو جيك؟ الوالدة إن شاء الله باش تنفستيني في سينجل جديد إن شاء الله الأيام الجاية واو كادو معتبر شفتو الفنان ما سالتنيش على غزواتي رجعوني إن شاء الله ربي يفرحك لا سألتك أنت قلت لي يهمني السلام حب أنت أما البارح أختي جات جابت لي كادوات من إسبانيا أنا قلت أشنو أنا ما حكيتش على الحب إذا تركز في الأسئلة قلت لي نحكي على المرأة حتى هو أنا نحكي على الكادو دعونا لا نحكي على الكادو مش نحكي على الحب أما قبل هذا خلينا نختموا فقرة أكتو بلوس أكتو بلوس